هنناقش كل هذا المحتوى النهارده ان شاء الله. لكن خلينا نقول يا باشمهندس، والاهلي بيكمل دستة الدوري ويصل للنقطة 36، يفتح الملف الافريقي على موعد مهم جدا مساء الاحد مع النجم الساحلي في القاهرة، وهو الاهم. الاهم وهو ما ينتظره جمهور الاهلي بشغف وترقب ويعني اماني عالية جدا. الفوز على النجم الساحلي بإذن الله يدفعنا خطوة هامة جدا على المشوار الإفريقي. وربنا سهل ونجتاز هذه العقبة بإذن الله علشان يبقى لينا كلام تاني خالص بإذن الله في المشوار الإفريقي. دي الجولة قبل الأخيرة في هذه المجموعة، يبقى للأهلي وإن شاء الله تعالى الجولة الأخيرة هيكون في ضيافة الهلال في الخرطوم، وأيضا النجم الساحلي هيستضيف بلاتينيوم الزيمبابوي في رادس. ريني فايلر المدير الفني للاهلي بعد مباراه الامس منح اللعيبه فرصه لالتقاط الانفاس، يعني الحقيقه يعني كتر خير اللعيبه بجد، اداهم فرصه لالتقاط الانفاس في راحه قصيره. والكابتن سيد عبد الحفيظ قال ان الفريق بيستأنف تدريباته بكل قوه غدا ان شاء الله استعدادا لهذه المباراه.